وحول الوضع الوبائي في البلاد، ورحبوا بضيفي عبر الهاتف رئيس فريق الرصد والتقصي الدكتور محمد الفكي. دكتور محمد، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ومرحبا بالإخوة المشاهدين. نعم دكتور محمد، لو تضعنا في صورة تطورات الوضع الوبائي في البلاد. بسم الله. من حيث إجمالي العينات اللي تم اشتغالها من 1/8 إلى 9/8 اليوم أمس، كان إجمالي العينات 11,366 عينة، منها 9,450 عينة سالبة و1920 عينة موجبة. خلال هذه الفترة كانت مطرات 406 حالة موجبة، بينما طرابلس 564، ثلاثة سليطن 159 حالة. يعني هذه الأكثر تسجيل مدن. بالنسبة لسبها كانت عدد الحالات 84 حالة. يعني يعتبر الوضع في تزايد في الانتشار. وطبعا هي ممكن نقص المشغلات في خلال الفترة الماضية هو اللي سبب يعني في نقص اكتشاف الحالات في بعض المدن مثل سبها طبعا. يعني دكتور محمد، يعني ما هي الاستراتيجية المطروحة من قبلكم للحد من انتشار الفيروس؟ سؤال جيد. طبعا على الرغم حتى من دولنا لما توصل للمرحلة الرابعة فتعمل على مسارين. المسار الأول وهو يعني زيادة الاهتمام بالناحية العلاجية وتوفير أماكن للعزل استقبال الحالات اللي ممكن نتيجة اكتشاف أكثر فتكون محتاجة إلى عزل المؤسسات في المستشفيات كعلاج. بالإضافة إلى احتواء المرض في المدن والمناطق اللي ما زال يعني ما فيهاش انتشار كبير. أما المدن اللي يكون فيها انتشار واسع ومجتمعي ففي الحالة هذه يجب يعني يكون فيه تكثيف أكثر لعمل فرق الرصد والتقصي وإمدادها باللازم، حيث أنه يعني على احتواء الحالات والرجوع بدرجة أقل من الدرجة الرابعة اللي عليها الوضع. نعم دكتور، يعني أنتم بصفتك كرئيس فريق الرصد والتقصي في البلاد، ما هي الصعوبات التي تواجه فرق الرصد والتقصي من يعني رصد حالات المخالطين؟ طبعا العديد من الصعوبات حقيقة اللي في كل مرة يعني نوصل فيها للإعلام والجهات المسؤولة. أولا توفير معدات الوقاية الشخصية بالذات الملابس الوقاية للعاملين. ثانيا المكافآت الخاصة لهم، لأنهم أكثر من 4 أشهر يعني لم يتلقوا أي مكافآت مالية لهم. توفير سبل الاتصالات والتواصل، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التدريب وتأهيل الفرق الجديدة لمساندة الفرق التي تشتغل في الوقت الحالي. دكتور، يعني الدكتور بدر الدين النجار في حواري معه قال أن بلدية أبو سليم وكذلك بلدية حي الأندلس وغوط الشعال وسوق الجمعة هي أعلى البلديات ارتفاعا من حيث عدد حالات الإصابات، إلى ما يرجع ذلك برأيك؟ طبعا هو لما يكون في عدد زيادة في عدد الإصابات يرجع إلى قدرات الرصد الأكثر، كل ما زاد يعني اكتشاف حالات بشكل مبكر وتتبع المخالطين فيكون فيه يعني اكثر عمل. وهذا ممكن حتى اللي لاحظناه في مصراته، لماذا يعني نشوف في القوائم للنشرات يعني عدد المخالطين اكثر نتيجه لان في تتبع اكثر وهذا لدقه الرصد. بعض البلديات ما زال طبعا تحتاج الى تقويه في نسبه رصد المرض، وطبعا إضافة للازدحام في بعض البلديات قد يكون أحد المسببات اللي يكون فيها أكثر يعني. الإضافة إلى مثلا زي ما أشار للدكتور خالد المغضوب، العلاقات الاجتماعية والمناسبات اللي يكون فيها يعني وجود لانتقال للعدوى. نعم دكتور، يعني الجنوب هناك الجميع يعلم بأن مجموعة من المختبرات في البلاد تعاني من الضغوط بسبب تزايد عدد الإصابات في البلاد ونقص المشغلات، ماذا عن الجنوب؟ هل يوجد تواصل بينكم وبين فرق التقصي في الجنوب؟ طبعا كما عملنا زيارات للعديد من المدن الليبية
كقسم رصد وتقصي في المركز الوطني قمنا بزيارة الأسبوع الماضي إلى مدن الجنوب، زرنا فيها براك الشاطي وزرنا سبها وكذلك بلدية البونيس تمنهنت وسنو، وطلعنا على إمكانيات المختبر وفرق التقصي والاستجابة. طبعا الجنوب أكيد يحتاج إلى زيادة دعم المشغلات، ممكن زيادة عدد المعامل اللي ممكن تغطي أيضا اعتبارها يعني مسافات شاسعة حقيقة، يعني في داخل البلدية بين مدينة ومدينة ممكن توصل حتى أكثر من 100 كيلومتر، وهذا ممكن يسبب في نقص وصول العينات بصورة سهلة وسلسة إلى المختبرات. بالنسبة لفرق الرصد والتقصي تقوم بمجهود كبير، التوعية المجتمعية طبعا تحتاج إلى يعني مثل المدن الليبية الثانية تحتاج إلى زيادة التركيز أكثر على الأساسيات الثلاثة، وهي لبس الكمامة ونظافة اليدين باستمرار والتباعد الجسدي. وهذا ممكن قناتكم الموقرة في معظم يعني لقاءاتنا ولقاءات المختصين الثانيين اللي هي يتم يعني التنبيه والتركيز عليها كوحدة من أهم الاستراتيجيات والأساسيات لمكافحة وانتقال العدوى ومكافحة الجائحة بإذن الله. نعم دكتور، يعني ما مدى الاستفادة من قرارات حظر أو الحظر الجزئي والكلي في البلاد، خصوصا في ظل تفشي الوباء والوصول وصول البلاد إلى المرحلة الرابعة من هذا الوباء؟ ما هي الحلول البديلة برأيك؟ طبعا خلال المرحلة الرابعة يكون يعني عزل المدن أو قرارات الحظر ممكن صعبة شوي، هي فعلا يعني ممكن تساعد في التقليل من نقل العدوى، ولكن ممكن حتى بعد فترة طويلة من القرارات ممكن الناس يعني يقل الالتزام بتنفيذ القرارات هذه، وبالذات في حالة يعني الجهات الضبطية لاقت صعوبة في تنفيذ هذه القرارات. فيبدأ ديما المرتكزات الأساسية اللي هي الوقاية الشخصية ومحاولة يعني الاستفادة من التوعية المجتمعية للانتقال إلى مرحلة التعايش. طبعا مرحلة التعايش ما تأخذش كده يعني كرجمة واحدة وفقط ككلمة، ولكن تحتاج إلى ثلاثة أشياء رئيسية اللي هي الوضع الوبائي وقدرة الترصد وبالإضافة الوضع الوبائي وقدرة الترصد، يعني ثلاثة أشياء هذه والقدرات المستشفيات بالضبط، ثلاثة أشياء لو تم توفيرها بمعايير معينة فنقدر نقول إحنا حندخل في مرحلة التعايش. نعم، رسالة أخيرة توجهها للمواطنين دكتور. والله نقول إن شاء الله يا رب العالمين انحسار لانتشار، نزيد ننبه إلى أن جميع الإجراءات حقيقة اللي يعني تفرض فيها للدولة هي لصالح المواطن. نركزوا كل مرة على ثلاثة أشياء رئيسية: استخدام الكمامة، نظافة اليدين باستمرار، والتباعد الجسدي والاجتماعي. لو حافظنا على الثلاثة أمور هذه بإذن الله مع الإجراءات اللي ممكن تضعها الدولة في تنظيم التعامل في المحلات التجارية وفي الأسواق وفي الأماكن العامة، أكيد إن شاء الله يعني حتكون في نتائج ملموسة وطيبة بالتعاون بين المواطن وأجهزة الدولة خلال الفترة القادمة إن شاء الله.